بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 27. وصلنا لما بعد موت ربنا يسوع له المجد على الصليب في عدد 51-52. يقول: وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت. وقلنا هنا حاجتين أعلنوا ثورتهم وغضبهم على الظلم اللي اتظلم ربنا يسوع له المجد: الهيكل والطبيعة. الهيكل كما كان عبادة ومكان لقاء الإنسان بالله، انشقاق الحجاب علامة غضب، لأنه بعد كل اللي ربنا عمله معاهم يوصل بهم الحال إلى أن هم يسلبوه. وفيها كمان معنى آخر، علامة الصلح، أن ربنا صالح الإنسان بصليبه وفتح حضنه للبشري. أما الطبيعة فتزلزلت والصخور تشققت، إشارة أنه إذا كان الإنسان ما شافش ربنا بعد كل ده، الطبيعة نفسها شهدت لخالقها أنه بريء من كل التهم اللي عليه وأنه إله الطبيعة. والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. هنا حصل معجزة عجيبة بالجملة، يعني إن كان ربنا يسوع له المجد أقام لعازر بعد ما دخل القبر، إنما وقت صليب المسيح وفي لحظة ما سلم الروح، القبور زي ما تقول انفجرت، يعني عاوزة تقول خلاص كفاية موت بقى. هنا يبان قوي المعنى اللي قاله الكتاب: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ القبور تفتحت، ده بالضبط اللي هيحصل يوم مجيء المسيح على السحاب، أن كل القبور عبر كل الأزمنة في كل الأماكن هتتفتح ويخرج الناس أحياء قائمين. تقول تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله، ده في اليوم الأخير. ويقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينون. فكأن صلب المسيح له المجد إشارة إلى اليوم ده، وصليب المسيح هو الحكم في الدينونة. اللي صدقوا الصليب وعاشوا بالصليب وتعمدوا بإيمانهم بالصليب وتناولوا بدم المسيح وجسده اللي سفك واتصلب على الصليب، هم دول اللي ليهم نصيب مع المسيح في اليوم ده. واللي رفضوا الصليب ورفضوا المعمودية ورفضوا التناول يبقى كده دخلوا في سكة تاني. القبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. يبقى موت المسيح أبطل الموت، هزم الموت، فبقى سهل إن البشرية تقوم. عشان كده نقول بالموت داس الموت. بانت قوي إن في عينة من القديسين، بس عشان يأكدوا الحقيقة، العربون الأولاني طلعوا شوية قديسين من القبور قائمين، إنما طبعا هيكمل في اليوم الأخير كل البشرية اللي أمنت بربنا ومسكت فيه هتقوم من الموت. وبعدين شوف التعبير اللي استخدمه معلمنا متى: من أجساد القديسين الراقدين، ما قالش إيه الميتين، لأنه خلاص الموت بطل، فاستخدم كلمة الراقدين. ودي الكلمة اللي احنا بنستخدمها في الصلاة، نقول أوشية الراقدين، بنصلي على الذين رقدوا، ما نقولش اللي ماتوا حتى، لأن الرقاد معناه دايما أن الواحد هيقوم. يقول لك واحد رقد يبقى هيقوم، رقد يعني نام، فاللي بينام بيصحى، إنما كان زمان اللي يموت ما بيصحاش. فبقينا نقول راقدين عشان نفتكر على طول معناه ده نام وهيصحى، فما فيش قلق عليه وما فيش خوف عليه. وخرجوا من القبور بعد قيامته. ما يقدروش يحتفلوا بالقيامة قبل قيامة المسيح، ففضلوا في القبور لغاية يوم قيامة المسيح له المجد. وبعد ما قام المسيح باكورة الراقدين، طلعوا هم كمان عشان الناس تحتفل بقيامة المسيح ويتفهم المعنى أنه قام المسيح وأقامنا معه. تكمل الحكاية التعبير اللي قاله معلمنا بولس في أفسس، يقول أقامنا معه، يعني إذن المسيح قام عشان إحنا نقوم. ودي أدي النتيجة الأولى، أن بعض القديسين قاموا من الموت وخرجوا بعد قيامته
كشهادة على قوة قيامته إنها تقيم البشرية كلها. يبقى كل واحد بيحط رأسه النهاردة وبيموت مطمن، ليه؟ طالما هو مسيح ماسك في المسيح وعاش أمين لمسيحه هيقوم معه، إن كنا قد متنا معه نحيا أيضا معه، كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، كنا نصبر معه نملك أيضا معه. خرجوا من القبور بعد قيامته عشان تكمل الفرح. يبقى هم فرحوا بس الناس ما دريتش، هم قاموا بمجرد ما المسيح سلم الروح. عشان برضو يشرحوا لنا حاجة، أن اللي في الجحيم أرواح الأبرار اللي في الجحيم أطلق صراحة، فبعضهم رجع لأجسادهم وقاموا بس ما خرجوش من القبر إلا بعد قيامة المسيح. فبان أنه في الساعات اللي قضاها المسيح له المجد في الثلاث أيام اللي قضاهم في القبر، نزل بلاهوته بروحه وخرج أرواح الأبرار اللي كانوا مسجونين على رجاء، محبوسين في الجحيم منتظرين المخلص، وخرجهم ونقلهم على الفردوس عشان الناس تدرك ما حدث في وقت وجوده في القبر. طلعوا عينة كده يقولوا يا جماعة ده احنا مش بس قمنا، ده احنا تحررنا من الجحيم، والجحيم اتقفل في وش الأبرار خلاص، بقى للأشرار بس، وادي العربون اهو، ادينا قمنا نشهد ان المسيح قام وجالنا الجحيم واطلق سراح ارواحنا ورجعنا لاجسادنا عشان نقول للعالم كله المسيح قام، بالحقيقة قام المسيح قام، احنا كمان هنقوم. ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين، لأن الواحد يقول واحد شاف واحد يمكن خيال، لا دول كتار اللي شافوهم، عشان محدش يشكك في القصة دي في المعجزة دي في النتيجة دي، عشان محدش يشكك. دخلوا المدينة المقدسة أورشليم وظهروا لكثيرين، ناس كثيرة شافت الناس دول وقالوا مش دول ماتوا؟ يجوز بعض أجساد هؤلاء القديسين كانوا أبرار قدام بقالهم سنين طويلة قوي، ويجوز بعضهم كان معاصر للمسيح وآمن بربنا يسوع له المجد لكن ما حضرش صليبه وقيامته. في كل الأحوال هم كلهم يقوموا زي ما يحصل في اليوم الأخير، يلتقي القديم بالجديد. يعني احنا في يوم القيامة هتلاقي القديم حضر الجديد والجديد حضر القديم، كل الأبرار يجتمعوا عبر كل الأزمنة عشان كلهم مسكين في مسيح واحد وإله واحد ورب واحد. فتلاقي بقى إيليا مع موسى مع أبونا إبراهيم مع ماري جرجس مع الست دميانة مع كل دول مع بعض. دخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين، وأما قائد المئة والذين معه يحبسون يسوع فلما رأوا الزلزال وما كان خافوا جدا. شوفوا جماعة الرومان اللي ما سمعوش تعليم وما شافوش معجزات بعينيهم، منظر الصليب وصبر المسيح على الصليب وطول باله واحتماله الإهانات واتضاعه العجيب وصلاته من أجل صليبيه والرقة والوداعة والكمال اللي كان على المسيح، مع ثورة الطبيعة هز الناس دول فوقه، كان أحسن من عظات كثيرة سمعوها اليهود وما اتعظوش بيها. يعني اليهود عاشوا مع المسيح أكتر وسمعوا وعظوا وشافوا معجزات وما تابوش أغلبهم، إنما الموقف ده بس هز قائد المئة، وهنا صرخ وقال خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. شوفوا واحد ما سمعش حتى تعليم لكن ضميره قال له، ضميره قال له ده ليس إنسانا عاديا، عشان كده الكتاب بيقول لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. الروح القدس لما يلاقي قلب طري، قلب حنين، قلب صادق مع نفسه، قلب يبحث عن الحقيقة يكشف نفسه يعلن له الحقيقة. عشان كده ربنا يسوع له المجد قال لبطرس إن لحما ودما لم يعلن لك الحقيقة دي، مش واحد يقولها لواحد لكن أبي الذي في السماوات. فإذا هنا في إعلان إلهي. طب ليه مش كل الناس صرخت وقالت هذا هو ابن الله؟ لأن مش كل الناس صادقة مع نفسها، في واحد بتبقى الحقيقة واضحة زي الشمس قدامه ومش عاوز يصدق، زي ما تقال على اليهود لهم عيون يبصرون وكأنهم لا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يسمعون ولا يفهمون،
لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. ده برضو اللي يأكده الكتاب لما يقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. هو الراجل ده ما قساش قلبه، شاف الطبيعة بتكلمه، الصخور تشققت، القبور تفتحت، الأرض تزلزلت، وحضر الحوار اللي بين ربنا يسوع وبين اللص اليمين وبينه وبين الصليبين وبينه وبين يوحنا والعذراء، فقال حقا كان هذا ابن الله. طبعا ده أهم ما في قانون الإيمان المسيحي، فكأنه اعترف بالإيمان المسيحي بدون حتى ما حد يعلمه. وخافوا جدا لأن ثورة الطبيعة تهز الناس، تخوف، لأن الناس اللي ما سمعتش كلمة ربنا ما قبلتهاش وعندت سنة واثنين وعشرة، هيجي اليوم الأخير في ثورة الطبيعة وهيبقى مخيف جدا هذا اليوم، لكن هيبقى نهاية الزمن خلاص، مش هيبقى في يوم توبة ساعتها. فكأن يوم الصليب ده يعني عينة من يوم الدينونة، اليوم الأخير، الطبيعة كلها هتثور عشان تعترف بالمسيح كإله، وكل اللي صدق المسيح ربنا يمشي معاه، واللي ما صدقوش ينفصل عنه. خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه. برضو من المفارقات أن التلاميذ الرجالة كانوا خايفين ومحضروش، مفيش غير يوحنا الحبيب، إنما الستات أغلبهم حضروا. يمكن قالوا إحنا يعني هيعملوا لنا إيه سواء ستات، أو يجوز إنهم حبوا ربنا يسوع بصدق أكتر، لكن تمتعوا برؤية الصليب ولو من بعيد. يمكن كان صعب يقربوا من العساكر ويقفوا تحت الصليب على طول، لكن هنا يقول معلمنا متى نساء كثيرات من خادمات وتلميذات ربنا يسوع ينظرن من بعيد، وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل. يعني دول حتى مش مقيمين في أورشليم، دول جايين من الجليل، دول من مطرح ما ربنا يسوع له المجد كان عايش وبيعلم، لأنه ولد عاش في ناصرة الجليل وخدم فترة أطول في قانا الجليل ومناطق الجليل. يخدمنه، معنى كده أن الستات لهم مجال في الخدمة من يوم ربنا يسوع له المجد. قيل عنهم النساء دول كنا يخدمنه، إذن الست لها دور في الكنيسة في الخدمة، لعلها تخدم الفقراء، لعلها تخدم البنات، يمكن تخدم في نواحي اجتماعية. وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. من ضمن الستات، معلقش على العذراء لأنها عرفنا أنه ربنا يسوع كلمها وكلم يوحنا، فدي قريبة للصليب، محدش قدر يمنعها أنها تقرب من الصليب، إنما اللي واقفين من بعيد شوية. مريم المجدلية أول واحدة إشارة إلى التوبة، يعني واحد من اللي هيتمتع بالصليب هو التائب. مريم المجدلية تمثل الإنسانة اللي عاشت زمن طويل عبدة للشيطان أو مستعبدة للخطية، وبعدين ربنا حررها فبقت تحبه جدا، فمش قادرة تبعد عنه، فحضرت لغاية الصليب، ودينا هنشوفها كمان أول واحدة هتسمع خبر القيامة. فكأن التوبة تقرب الإنسان جدا للمسيح وتخليه يتمتع بكل أسراره. التوبة تمتعك بالصليب، وتموت توبة بتمتعك بالقيامة. تلاحظوا أكتر واحد يحس بأسبوع الألام ويفرح ويتعزى هو التائب، وأكتر واحد يحب أيام الخمسين وفرح القيامة هو التائب برضه. مريم المجدلية وقفت تحت الصليب تبكي وشهدت كل ألام المسيح، وبعدها بثلاث أيام كانت أول واحدة تفرح وتهلل وتخبر الرسل وتقول لهم المسيح قام. يبقى التائب يتذوق آلام الصليب ويتذوق أفراح القيامة. التائب يحس بآلام المسيح ويحس بأمجاد القيامة. التائب يتمتع بحياة مقدسة حتى في الأحزان وأيضا في الأفراح، يبقى قريب لربنا طول الوقت. كأن التوبة دي بتخلي الواحد قريب لربنا في كل الأحوال وكل الأوضاع.
عشان كده لو انت حاسس في وقت انك انت عندك فتور ومش حاسس بالصلاة، مش حاسس بجو الصليب، او مش حاسس بفرح القيامة، يبقى انت بعدت عن صورة مريم المجدلية، مبقتش تائب. لو فقدت التوبة تفقد معها العلاقة بالله، القرب من ربنا تفقده لو فقدت التوبة. مريم أم يعقوب ويوسي دي خالة ربنا يسوع له المجد، دي اللي بيسموها مريم الأخرى أحيانا، لأنه يعقوب ويوسي دول ولاد مريم التي لكلوبة أو التي الحلف. يقال في التقليد أن مريم أمنا العذراء لما نذروها أبوها وأمها للهيكل، ربنا داهم عطية تاني سموها مريم برضه، لأن الأولانية ما بقتش بتاعتهم، بقت بتاعت الهيكل. فحبا في مريم الأولى جالهم بنت تانية سموها مريم برضه، إنما لأنه كانوا عاشوا في مناطق متقاربة بقوا معروف إن المريمتين إخوات، مريم العذراء اللي أم يسوع له المجد أم ربنا، ومريم الأخرى، فيقولوا الأخرى عشان يميزوها، أو يقولوا أم يعقوب ويوسي. يعقوب ده واحد من الاثناشر، بينما يوسي ما كانش من الاثناشر، لهم أخ ثالث اسمه يهوذا وأخ رابع اسمه سمعان. يعقوب ويهوذا بالذات دول من الاثناشر، يعقوب ده اللي كتب رسالة يعقوب، ويهوذا ده اللي كتب رسالة يهوذا، ده مش الإسخريوطي، يعني دول من الجليل، من نفس بلد ربنا يسوع له المجد. الثالثة كانت أم ابن زبدي، دي مامة بقى يعقوب ويوحنا التانيين، يبقى في اتنين يعقوب هنا، في اتنين يعقوب، يعقوب اللي هو يدي قرابة ربنا يسوع له المجد، وكانوا يسموه أخو الرب، أخو الرب نسبة إنه ابن خالته، فعشان يميزوه عن يعقوب ابن زبدي يقولوا أخو الرب، لأنه يتربوا في بيت واحد فيتسموا إخواته. ويوحنا ابن زبدي أخو يعقوب. يعقوب ابن زبدي ده بالذات أول واحد من الاثناشر راح السماء، أعدم واستشهد على يد هيرودس في أعمال 12 في بداية الكرازة وانتشار الكرازة، إنما يعقوب الصغير، يعقوب بقى أخو الرب، فضل كبير الآباء الرسل في فترة، وفي أعمال 15 سمعناه بياخد قرار بإجماع الرسل في موضوع الختان، وعرفنا إنه يعتبر كده أسقف أورشليم في الوقت ده. إذا كانت مريم المجدلية تمثل حياة التوبة، فمريم أم يعقوب ويوسي ومريم أم ابن زبدي تمثل فكرتين تانيين، فكرة التلمذة وفكرة التكريس. يبقى المجدلية تمثل التوبة، أكتر ناس تتمتع بالصليب وتعيش قوة الصليب وأمجاد القيامة التائب. تاني ناس يحبوا ربنا قوي ويتمتعوا بيه التلاميذ، عشان يعقوب ويوسي ويعقوب ويوحنا كل دول بقوا من تلاميذ ربنا، من تلمذة يعني، فالأمهات دول سمحوا لأولادهم يتلمذوا على ربنا يسوع، وهم كأمهات كانوا ماشيين وراهم يخدموا برضه. تبقى الأم سابت ابنها يتتلمذ على المسيح، وهي كمان راحت في رجليه تخدم على قد ما تقدر، ويقال إن بعضهم كان معاه برضه فلوس على قده كده يساعد بالخدمة بالفلوس، أم ابن زبدي بالذات. فهنا فكرة التلمذة، يبقى أول واحد يتمتع بربنا التائب، تاني واحد هو التلميذ. التلميذ يعني إيه؟ يعني اللي بيلزق لربنا عشان يتعلم منه، اللي بيمشي وراه في كل حتة عاوز يقلده. تلميذ يعني يقلد، يعني يتمثل بيه، يعني يبص على المسيح بيكلم زي يكلم زيه، يعمل إيه يعمل زيه، يزعل من إيه ويفرح بإيه، كل حاجة يتمثله يتشبه بيه. عشان كده بولس الرسول بنسميه تلميذ، لأنه قال تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح، ويقول في الآية كل بنيكي يا كنيسة تلاميذ الرب. يعني إحنا ككنيسة كده الحاجات اللي تميزنا إن إحنا كلنا تلاميذ ربنا. تلاميذه يعني إيه؟ يعني بنقلده. يعني إيه واحد مسيحي؟ يعني يتتبع خطى المسيح، يعني اللي يشوفه يشوف المسيحي اللي فيه، اللي يشوفه يسمع ما كان يقول المسيح، اللي يشوف أعماله يرى ما كان يعمل المسيح. عشان كده ربنا يسوع كان حريص على التلمذة، فالتلمذة طريق للتمتع بالصليب وبركاته والقيامة وبركتها.
إذا كنت تلميذ هتحضر الصليب وهتاخد أحلى ما فيه وهتحضر القيامة ويبقى لك نصيب في الأبدية. ثالث صفة نتعلمها من وجود الثلاث ستات دول التكريس، لأنه تلاحظوا أن أم ابن زبدي بالذات هي اللي جات تقول للمسيح إيه، كل واحد يقعد على يمينك واحد على شمالك في مجدك. ساعتها ربنا يسوع قال لهم هيقدروا يشيلوا الشيلة؟ قالت له يقدروا. يشربوا الكاس؟ يقدروا. يصطبغوا بالصبغة؟ قالت يقدروا. قال لها هيقدروا. هيتصلبوا هما كمان، هيشربوا الكاس يعني هيتألموا، لأن يعقوب كان أول شهيد ويوحنا تعذب كتير قوي، لكن كان آخر واحد من التلاميذ يروح السماء. هنا التكريس يعني التبعية من كل القلب. اللي عايش مع ربنا والربنا طول الوقت يتمتع بالقرب من الصليب والقيامة بدرجة علاقة أكتر من غيره. فيبقى احنا خدنا ثلاث كلمات بالته عشان تفتكروهم يخلونا نفرح بالصليب والقيامة: التوبة والتلمذة والتكريس، ممثلة في مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي ومريم أم ابني زبدي اللي هي يعقوب ويوحنا برضه. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف. المساء كده يعني الساعة 5 جت والمسيح له المجد سلم الروح وهينزلوه من على الصليب، والمساء دخل يعني خلاص الشمس بتغيم وفاضل ساعة والسبت يدخل، لأن السبت هيدخل من 6 مساء. هيعملوا إيه؟ هيدفنوه فين؟ محدش عمل حساب للحاجات دي، لأن كلهم كانوا بسطة والتلاميذ ما كانوش مصدقين حكاية الموت للأسف. يعني قبل ما يموت المسيح على الصليب كانوا مستبعدين فكرة الموت. وكان هو أيضا تلميذا ليسوع. فمنين تلميذه أول مرة نسمع عنه؟ هنا يقول واحد من الإنجيلين: لكن خفية. في تلاميذ صراحة كده زي التلاميذ مش ورا المسيح والناس عرفت إن هم تلاميذ. بعض التلاميذ يعني اللي بيحبوا المسيح وبيحبوا يقلدوه ومقتنعين بكلامه كانوا لسه خايفين من الناس. ده يورينا إن في ناس متعطلة في تلمذتها لربنا بسبب الناس. الراجل ده كان غني وكان له مركز، فعشان يمشي ورا المسيح في كل حتة اللي ماشيين ورا المسيح بسطة وغلابة، فهو مش عارف يدخل وسطيهم، وبعدين هيسيب حاله وماله، هياخد كلام كتير في جنابه، فكان متعطل. إنما بقى لما جت ساعة الصلب وعرف إن الحكاية وصلت لكده أعلن تلمذته، كشف سره وراح لبيلاطس كمان أكبر رأس في البلد عشان يقول له أنا عاوز جسد يسوع. فهنا تحسوا إن في ناس متعطلة في التلمذة، لكن يجي الميعاد اللي يعني قلبها ياكلها وتعلن تلمذتها لربنا، وليكن ما يكون، يحصل اللي يحصل هيحصل ايه، هيقولوا عليا ما يقولوا، مش كفايه ما وقفتش تحت صليبه، مش كفايه ما خدمتش زي تلاميذه، مش كفايه ضيعت السنين اللي كان بيقول يصنع خيرا ما كنتش بقول معاه، انا فات عليا كتير. فيوسف الرامي يمثل التلميذ اللي جاي متاخر لكن اهو برضه لحق ودخل وحسب تلميذا، وبتكرموا الكنيسة كل جمعة عظيمة ونقوله في الهتميات، لأنه عمل جليل، شارك في دفن المسيح حتى لو كان جاي متأخر، حتى لو ما تعبش زي التلاميذ من الأول وما شاركش في خدمة طويلة، لكن لقب تلميذا بسبب الموقف ده. كان هو أيضا تلميذا ليسوع، فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. برضو ده يكشف لنا حاجة، أن اللي احنا شايفينهم تلاميذ المسيح أو الناس التابعين لربنا بصدق مش هم دول بس تلاميذ المسيح، هيكون في ناس تاني قلبها مع ربنا لكن يمكن الظروف عطلت ويمكن الخوف عطل، لكن هيجوا من المشارق ومن المغارب ويطلعوا حبايب ربنا ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وربنا يرحم بنو الملكوت كان مقصود بها اليهود أساسا يطرحون خارجا. فإذا في ناس الواحد لازم يبقى عارف أنه مش كل المنظورين بس هم بتوع ربنا، في ناس مستخبية بتاعت ربنا. عشان كده يقول لي خراف أخر
ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخرى أيضا. فإذا لازم يبقى قلبك مفتوح وتبقى عارف أنه في ناس مش بتخدم خدمة ظاهرة فعلية لكن قلبها مليان حب، ويمكن تعمل عمل كبير قوي في آخر حياتها قدام ربنا، يعني زي اللي عاش 20-30 سنة يخدم ربنا. هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. طبعا دي مغامرة من الناحية السياسية ومن الناحية الاجتماعية، ده معناه بيطلب جسد المسيح اللي أعدم، ومعناه أنه متعاطف مع المسيح له المجد، ودي هتخسره ناس كتير قوي في المجتمع. وبعدين رد فعل بيلاطس إيه؟ ده عارف أنه راجل غني وراجل مقتدر، إنما هو كل ده لغاه من باله، مش مهم مكانته بقى عند بيلاطس ولا عند رئيس الكهنة ولا الكتبة. قدر يوسف الرامي يوصل إلى درجة لا، المسيح أهم عندي من الناس دول كلهم. ساعات الأغنياء أو العظماء يبقوا متعطلين بالحتة دي، متعطل بعلاقاته، متعطل بسمعته، لأنه عشان يمشي ورا ربنا بصدق هيخسر كتير في الحتة دي. إنما هنا يوسف الرامي نجح أنه يدخل إلى بيلاطس ويطلب جسد يسوع أيا كان نظرة بيلاطس ليه، وفوجئ أن بيلاطس احترمه، لأن بيلاطس ضميره بيقول له المسيح بريء. فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد. طبعا الجسد ده كان مصيره ممكن ياخده اليهود ويرموه، لكن طبعا تدبير إلهي أنه ياخده يوسف الرامي وتحط في قبر جديد خالص عشان لا يختلط الأمر ويقول واحد تاني غيره أو اختلطت الأجساد. كل ده تدبير إلهي، وحتى النبوة بتقول مع غني عند موته، فأشعياء يقول مع غني عند موته، يعني حياة ربنا يسوع كانت كلها مع الفقراء، ما كانش له علاقات بالأغنياء إلا فيما ندر، لكن هو عاش فقير مثل الفقراء. وقت ما سلم الروح ومات وكان هيندفن جيل غني أخيرا عشان يبقى الأغنياء لهم نصيب في خدمة ربنا يسوع ولهم مكانة برضو في السماء، مع غني عند موتي تقدم يوسف الرامي وطلب جسد يسوع. فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد، فاداله تصريح بالدفن واداله تصريح بأنه هو اللي يدفنه. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان النقي. شوفوا ربنا يسوع ملبسش كتان، الكتان غالي أصلا، كتان غالي، ملبسش كتان طول حياته، إنما لبسه هو جسد داخل القبر. كأنه ربنا يسوع بيقول لنا أنه اوعوا تحطوا عينيكم في حاجة الدنيا، لأن في الآخر مصيرها إيه؟ شوية تراب القبر يعني. فلا تهتموا لحياتكم بما تلبسون، لا لأجسادكم بما تلبسون. إنما كرم المسيح له المجد في دفنه أنه قاله كتان نقي يلفوا به جسده. لكن تلاحظوا أنه لأنه فاضل ساعة لازم يخلصوا موضوع دفنه في ساعة، كان القبر الجديد اللي هو كان يوسف الرامي عامله لنفسه، بعض الأغنياء يعملوا قبر لنفسهم عشان لما تيجي الساعة يدفنوا فيه، اختار أن المسيح يدفن في قبره هو. وقبره ده كان في نفس الجبل اللي فيه الصليب، على بعد أمتار بسيطة من موضع الصليب، عشان كده تتحل أزمة الوقت. فيدوب نزلوه من على الخشبة ولفوه بالكتان النقي ودخلوه في القبر، فما خدتش ساعة. إنما ما لحقوش بقى يطيبوه، ومن هنا هنفهم ليه المريمات جايين يوم الحد بدري بعد ما السبت خلص، عاوزين يكملوا عملية تطيبه، ما لحقوش يطيبوه ويكرموه كعادة اليهود. أمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد، فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان النقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة. برضو ده تدبير إلهي، ليه؟ عشان ما حدش يجي يقول اتسرق. اتسرق إزاي إذا كان ده منحوت في صخرة؟ ما فيش أي مخرج غير الباب، والباب عليه صخرة ضخمة، حجر كبير، والحجر كان مختوم. إنما عارفين لو هي أوضة ولا حاجة نقول بقى دخلوا يمين، دخلوا شمال، دخلوا من ورا. ده تدبير إلهي أن يكون هذا القبر يعني محصن جدا، منحوت في صخر، فما فيش دخول ليه غير من الباب، والباب عليه حجر، والحجر عليه ختم، عشان ما يجوا يقولوا تسرق بعد كده تبقى إيه كلام فاضي ملوش معنى.
وضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى اللي لسه ذكرهم، مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف دي الأخرى، جالستين تجاه القبر. بعض المفسرين بيقولوا قد تكون الأخرى إشارة إلى العذراء، والبعض بيقول لا، غالبا يوحنا خدهم من العذراء زي حسب وصية المسيح، ومجرد دخلوا المسيح القبر خدها عشان بقى تتمالك أحزانها وراح بيها على بيته. إنما هما حطوا الحجر وفضلوا المريمتين واقفين قلبهم وجعهم على اللي حصل، وقاعدين قدام القبر شوي. يقول كانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر، قاعدين كده يتفرجوا بعد ما اتقفل، كنوع من المشاركة الحزينة، إنما من العذراء مش. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل على ربنا يسوع له المجد قال وهو حي أني بعد 3 أيام أقوم. تدبير إلهي أن لا يكتفى بالحجر الكبير وبالصخرة، عشان برضو لما تيجي حجة السرقة دي تبقى باطلة. فربنا سمح أن رؤساء الكهنة حسب طلب يروحوا لبيلاطس يقولوا له إيه، شوف في إشاعة بتقول أنه هيقوم من الموت، ولو تلاميذه سرقوه وقالوا قام هتبقى مشكلة. قال لهم عاوزين إيه طيب؟ قالوا له لا، أنت تؤمر أن يتحط حرس 3 أيام على الأقل، ويختم الحجر عشان لو اتزحزح من مكانه تبقى إيه شغلانه، يبقى فيها جزا، فيها عقوبة، فيها سجن. قال لهم خلاص عندكم الحرس بتاعكم، برضو ده ترتيب إلهي، عشان لو تحطوا حرس روماني يقولوا تلاميذ اتفقوا معاه، إنما حرس الهيكل دول بتوع رؤساء الكهنة، مش دول بالذات اللي هيتغش. فمر أؤمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث، لئلا يأتي تلاميذ ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام من الأموات. إذن كانت فكرة القيامة معلنة، حتى الأعداء الأشرار اللي بيكرهوا ربنا يسوع له المجد كانوا سمعوا أن المسيح قال هموت وأقوم، لكن هم لأن هم رافضين ربنا يسوع ورافضين كل كلامه قالوا لئلا تحسب ضلالة، الناس كده هتصدق ربنا أكتر لو أمن الموت. وفعلا هي قوة قيامة المسيح هي سر إيمان الشعوب كلها، لأن كل اللي عمله ربنا يسوع له المجد كوم وقيامته دي كوم تاني، تخلي كل الناس تقول حقا هذا ابن الله. فهنا كأنهم عاوزين يتأكدوا أنه مش حدش هيسرقه، هم طبعا مش حاطين في بالهم القيامة الحقيقية. لئلا يأتي تلاميذ ليلا ويسرقوه ويقول للشعب أنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. يعني هم يقصدوها بقى بلغتنا احنا، تكون هذا العمل الأخير أعظم من كل الأعمال. فعلا كده قيامة المسيح أعظم من كل حاجة، لأنه أعظم شاهد للاهوت المسيح أنه قام بالحقيقة. لأنه حتى لو نبي كان بيعمل معجزات، إنما هل هناك نبي أمد الموت بقوته؟ لا، ودي بقى ما تجيش خالص في البشر، دي كده فوق أي بشر. تكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. شوفوا الشيطان يخلي القيامة ضلالة، والتجسد ضلالة، والخير اللي عمله المسيح ضلالة، والمعجزات اللي عملها المسيح للناس ضلالة، وتعاليم المسيح الحلوة ضلالة، ويبقى كلام الشياطين هو اللي مش ضلالة. الشيطان يقلب الموازين، يخلي الشر خير والخير شر. عشان كده الكتاب يقول ويل للقائلين عن الخير شرا وعن الشر خيرا. بقت قيامة المسيح هي اللي ضلالة. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس؟ بيلاطس بقى زهق منهم، وكان ندمان على اللي عمله، وكان متغاظ من اليوم ده، وكان ضميره تعبه، فكانت شغلانة. فقال لهم عندكم حرس، امشوا اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. شوفوا اللي عاوزينه اعملوه عشان يخلص منهم، ما كانش بيحبهم. برضو دي حجة اخرى ليه، عشان لما يقولوا اتسرق، طب ده انتوا بالذات اللي مسؤولين عن حفظه، انتوا اللي حرستوه بحراسكم، وانتوا اللي ختمتوه بالختم، انت
ترجعوا تقولوا اتسرق ازاي، كنتوا حاطين احتمال السرق، ازاي يتسرق بعد كده؟ فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. إذا الحجر المختوم معناه ما حدش يقرب منه أبدا، مش ممكن حد يقرب، ده عاوز تصريح وشغلانة بقى كبيرة عشان ياخدوا تصريح يفكوا الختم، شغلانة صعبة أبدا. وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع، يبقى أول الأسبوع هو يوم الحد، عشان ما تسمعوا في سفر الأعمال بعد كده إن الكنيسة بتجتمع أول الأسبوع، معناها اجتماع الكنيسة كان يوم الحد، عشان كده يقول بعد السبت عند فجر أول الأسبوع، يبقى المسيح عامل فجر، فجر الحد، عشان كده لغاية ما بدنا نقول الأحد واحد أول الأسبوع. جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى اللي احنا لسه شايفينهم قاعدين قدام القبر، صعبان عليهم انه حطوه في القبر دون ان يطيب ويكفن كما يجب، كان صعبان عليهم، فاضطروا يستنوا يوم السبت لما يخلص وظلمة الحد تعدي والفجر طلع وجريوا على القبر لتنظر القبر. راحوا برضو عند القبر يوم الحد الفجر عشان يكملوا تأملهم في القبر، وزي ما قال واحد من الإنجيلين كان بيفكروا هو ممكن حد يحرك لنا الحجر، ما عندهمش حل، مش ممكن طبعا يحركوا الحجر ازاي، ده حجر ضخم عاوز كذا راجل، وبعدين الختم مين يقدر يقرب من الختم، دي فيها مساءلة قانونية شغلان. فهم رايحين بيقولوا بل هم هنقعد نكمل عياط وصادو خلاص، هنعمل ايه لو ما عرفناش ندخل؟ لكن خدوا الأطياب بسذاجة البسطاء لعلهم إذا طالوا جسده يكملوا تكفينه وتطيبه، لكن هم ما عندهمش أمل لأنه صعب قوي يتفتح. وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. ربنا عشان يفرحهم يقول لهم بصوا بقى، لا أمن ولا سلطان بشري ولا ختم ولا حجر، كلام ده كله كلام صغير. جه بقى رئيس الملائكة زي ما بنقول في اسمة القيامة، نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا خريستوس أنستي اكنكرو. وبعدين قعد على الحجر الملاك، يقول دحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. عاوز يقول لهم هو ده اللي عامل لكم مشكلة، الحجر ده هو ده اللي واجع قلبكم، حجر كأنه حجر على القلب، لأن نفسكم تدخلوا تخدموا المسيح له المجد ومش طايلين هذا الحجر، ندحرجه ونقعد عليه كمان. يبان السلطان الإلهي ويبان نصرة القيامة وقوة القيامة، فرحتهم كانت كبيرة قوي، وهم كل فرحتهم ايه؟ كده هنعرف ندخل ونطيبه، ده لسه الفرحة الأكبر. يعني هم فرحوا هو القبر اتفتح، إنما ده في فرحة أكبر جدا لأن المسيح قام، مش مجرد القبر اتفتح. وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. هنا تلاحظوا بقى إيه؟ السماء قربت من الأرض بعد صليب المسيح، لأنه أصلح السماويين مع الأرضيين، فبقت الملائكة قريبة، فالملائك بقى قصاد الستات كده على بعد أمتار، كان منظر جديد ما شافوهوش قبل كده، ومنظر عظيم، منظره كالبرق ولبسه زي التلج أبيض جميل. فمن خوفه ارتعد الحراس، طبعا الحراس شافوا المنظر جيه وصاروا كأموات، لأنه المنظر الحلو يفرح القلب الحلو لكن يرعب القلب الوحش، فالحراس دول ما بيحبوش ربنا، فبالنسبة لهم أي رؤية أو ظهور ده شيء مرعب. فأجاب الملاك وقال للمرأتين لا تخاف أنتما، أنتوا لا ما تخافوش، هما يخافوا إنما أنتوا لا. هنا يبان فرق واحد عن واحد، ده بالضبط اللي هيحصل يوم القيامة. يوم ما جاء ربنا يسوع له المجد هيبقى يوم رعب للأشرار، لكن هنلاقي المسيح لو يقول ما تخافوش أنتوا ما تخافوش، ده مش يوم مخيف ليكم، ده مخيف للأشرار، ده يوم مفرح ليكم، ده يوم مبهج، ده يوم احتفال إلى الأبد. لا تخاف أنتما، أنتم اللي بتحبوني ما تخافوش، اللي يحب ربنا ما يخافش، اللي مالوش في ربنا هو اللي يعيش مرعوب، هو اللي يخاف. لا تخاف أنتما فإني أعلم أنكما
تطلبان يسوع المصلوب. الملاك بيقول لهم أنا عارف أنتوا جايين عشان يسوع المصلوب. أنتوا دول جايين يحرسوا القبر. دول عاوزين يكرموا رؤساء الكهنة الأشرار. إنما أنتوا جايين عشان غرض تاني. أنتوا جايين حبا في المسيح. اللي جاي حبا في ربنا ده يفرح ما يزعلش. ويفرح ما يخافش. أنتما تطلبان يسوع المصلوب. ليه قالها يسوع المصلوب؟ لأن هم يبدو كانوا مستكترين يقولوا يسوع الميت، مش قادرين يقولوها، مش قادرين، لأنه ده سر حياة البشرية كلها. فقال لهم أيوة يسوع المصلوب، هو فعلا كان في القبر ومات لكن قام. ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال. فالملك قال لهم أنتم بس نسيتوا، هو زي ما قال عمل، هو مش هنا خلاص. يبقى معنى كده أن ربنا يسوع قام حتى والحجر مقفول. ده الملاك حرك الحجر عشان يعلن القيامة، بس عشان يقول لهم بصوا القبر فاضي، القبر مفيهوش حد، لأن المسيح قام حتى لو في حجر بيقوم. وبعدين الملاك قعد على الحجر عشان يقول لهم هو ده اللي مخوفكم، هو ده اللي عايلين همه، ده في موضوع هتملوا أكبر كتير. الموضوع مش موضوع حجر يتحرك، الموضوع الموت نفسه اتحرك، الموت نفسه اتكسرت شوكته، وهنقعد كلنا على الموت ده وندوس عليه، مفيش خوف. ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. تصوروا بقى الملاك، رئيس الملائكة بيقول لهم تفضلوا تفضلوا بصوا، تعالوا ادخلوا بصوا. طبعا هم مخضوضين، رئيس الملائكة قصاد عينيهم، اسمعوا عنه طول عمرهم ما شافوهوش أبدا. قال لهم تعالوا شوفوا المكان اللي كان مدفون فيه. انظر الموضع الذي كان الرب، شوف التعبير، مضطجعا فيه. مضطجعا يعني كان نايم. طبعا ده ما يلغيش ان المسيح مات موتة بشرية حقيقية، طبعا سلم الروح، لكن كما انه ليس موت لعبيدك، الرب اضطجع وقام، لان الموت ما يغلبش المسيح. بنقول له واحنا بندفنه قدوس الحي الذي لا يموت، يعني وان كان الموت تسمح به لنفسك انما لا يغلبك الموت. وفي الستة نقول يا من ذاق الموت بالجسد، يعني انت دقت الموت بس عشان خاطرنا، انما ده مش معناه ان الموت غلبك ابدا. اذهب سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات. شوفوا رئيس الملائكه قبل ما يقول لهم روحوا بشروا، قال لهم تعالوا بصوا الاول عشان ما تروحوا تقولوا فعلا القبر فاضي، وشفنا رئيس ملائكه وشفنا الحكايه جميله، والحرس كانوا مرعوبين زي الاموات، وبان قوه ربنا. قال لهم بصوا الاول عشان تروحوا تقولوا كلام الناس تصدقكم. اذهب سريعا قولا لتلاميذي انه قد قام من الاموات، ها هو يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه. يسبقكم إلى الجليل ليه؟ كل دول اتقال عليهم جليليين، وأورشليم دلوقتي مليانة رؤساء كهنة وكتبة وفريسيين، وكلهم قلوبهم غليظة، والهيكل ده ما عادش المسيح هيدخله تاني. الهيكل اللي في أورشليم خلاص رفضه، فمش هيدخله تاني. قال لهم تعالوا نتقابل في الجليل، تعالوا نتقابل بره الهيكل خلاص. طب يا رب يا ما دخلت الهيكل وعلمت. قال لهم لغاية ما قلت لهم بيتكم يترك لكم خرابا، ما هش هقابلهم تاني في الهيكل، هقابلهم بره الهيكل، عشان يبقى كل هيكل في كل بلد بعد كده، وفي كل مكان في العالم كله تبقى في كنيسة، ويبقى كل نفس مسيحية تؤمن بالمسيح تبقى هيكل لله. فقال لهم هقابلكم في الجليل بقى، الطبيعة والخضرة والبساطة والأيام الأولى الحلوة والمركب والصيد والبحر والشبكة، كل ذكرياتهم كانت في الجليل. فربنا سحب يأكد لهم أنه هنعيد كل الذكريات لأنه حي لا يموت. أنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. قال لهم تعالوا نبتدي من الجليل تاني، تعالوا بقى نعيش من أول أيام الجليل عشان تعرفوا أنه أنا غلبت الموت، ومن ساعتها بقى ايه ما حدش فيكم يخاف من الموت تاني. كنتوا خوفين قبل كده، دلوقتي ما عادش في مكان للخوف. ها هو يسبقكم الى الجليل هناك ترونه. يعني ايه؟
فعارفين بقى من أفراح القيامة تاني يوم عيد القيامة نطلع كلنا للمزارع والحقول كأننا رايحين الجليل ندور نشوف المسيح فين. هناك ترونه. احنا بندور على المسيح في الطبيعة يوم شم النسيم، لأننا القيامة شغلانة والمسيح قام، فعاوزين ندور عليه هو فين. هل هتلاقوني بقى في الطبيعة البسيطة ومع العصافير اللي بتغرد ومع المية ومع الشجر ومع الجمال ده كله؟ لأنها كلها تعبيرات الحياة، الحياة التي لا تموت. هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. رئيس الملائكة بيقول لهم أنا قلت لكم، يلا روح. فخرجت سريعا من القبر، معنى كده دخلوا القبر فعلا، دخلوا برجليهم عشان يتأكدوا أن القبر فاضي، وطبعا قربوا جدا من الملائكة. خرجت سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم. هنا الخوف غير الخوف، يعني خوف الحراس قيل عنه ايه؟ صاروا كالأموات. ده خوف مزعج، خوف محزن، في خوف كده يخلي الواحد زي الميت مش عارف يعيش، وفي خوف مقدس يخلي الواحد خايف من حضور ربنا بس فرحان قوي. خوف زي الخشوع، زي الإحساس بالرهبة، لكن ده مش شعور مزعج، ده شعور مفرح. فهنا يتقال خرجوا من القبر بخوف وفرح عظيم. راكدتين لتخبر تلاميذه، راجعين جاري عشان يقولوا للتلاميذ أحلى خبر المسيح. وفيما هما منطلقتان، أخبار ورا بعض، أول حاجة فرحتهم الزلزال والحجر اللي اتدحرج، تاني حاجة فرحتهم شافوا رئيس الملائكة قاعد على الحجر، وبعدين الخبر المفرح جدا المسيح عام، ادخلوا تأكدوا من القبر، الخبر الأعلى وأعلى من ده كله. وهم جارين على التلاميذ لقوا المسيح بيقابلهم في السكة بنفسه. طب ليه يا رب؟ ما هو لسه واخدين الخبر. قال عشان بس لما يروحوا يقولوا للتلاميذ يقولوا عن ثقة، مش هيقولوا بس القبر فاضي ولا الحراس بقوا زي الموت ولا الحجر اتفتح، هيقولوا شفناه ولمسناه وسمعناه، عشان بس محدش يتشكك، ومع كده التلاميذ هيشوك. وفيما هما منطلقتان، شوف كلمة الانطلاق دي معناها قمة الفرح والسعادة والنشاط والجري والحيوية، عكس المزاج اللي رايحين بيه القبر، الخوف واليأس والنكد والرعب والحزن. فيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه إذا يسوع لاقاهما. يبقى الواحد هيشوف ربنا يسوع لما يكون منطلق في حياته، منطلق بفرح مقدس، منطلق عشان يقول للناس يا ناس فوق المسيح عام. ما ينفعش تعيشوا كده، الحياة الأبدية اتفتحت، انتبهوا. فاللي عايش كده عاوز يبشر الناس، عاوز يقول لهم خبر حلو، عاوز يفرح الناس بالقيامة، ده بيبقى منطلق وممكن يشوف المسيح له المجد. وقال سلام لكما، المسيح ظهر لهم وقال لهم سلام لكما، تعبير بقى المشهور بتاع القيامة اللي الكنيسة بتحبه قوي وتملى بيه القداسات، إيريني باس. التعبير ده كله مرتبط بالقيامة، لأن طول ما كان في موت ما كانش في سلام، إنما لما شكت الموت اتكسرت بقى سلام بجد. خلاص هنخاف من إيه؟ الموت بطل، بدل بطل يبقى في سلام بجد. فتلاحظوا دايما المسيح في أيام القيامة يقول سلام لكم، عشان يتأكد وصل السلام ولا لا. اللي وصل يا رب بقيامتك وصل، لأن خلتنا ننتصر على الموت، الموت بقى تحت رجلين، هنخاف من إيه؟ فتقدمت وأمسكت بقدميه وسجدت له. لما شافوا المسيح جريوا عليه وسجدوا للأرض ومسكوا رجليه يبوسوها. يبقى واضح أنهم شافوا المسيح وسمعوا سلام لكما ولمسوه، عشان تبقى الشهادة قوية جدا، سمعنا وشفنا ولمسنا. وأمسكت بقدميه وسجدت له، دي مريم المجدلية ومريم الأخرى. فقال لهما يسوع لا تخاف، مع كده لسه في بقايا خوف، عمال يقول ما تخافوش ما تخافوش، والرئيس الملائكة يقول ما تخافوش، لأنه هنا في سلام يفوق كل عقل. اذهب قول لإخوتي، كملوا مشواركم، روحوا بقى لإخواتي. طب دول تلاميذك، دول عبيدك يا رب، إخواتك إزاي؟ قال ما أنا بقيت بكر بين إخوة كثيرين، أنا قمت عشان أبقى باكورة
الراقدين، كل اللي يموت يجي ورايا، يجي ورايا في الصف، يموت ويقوم، حصلش حاجة. أي حد تبعي يمشي ورايا، يدخل القبر ويطلع منه تاني. فصار باكورة الراقدين، فبقى يقول إخواتي، على البشرية كلها اللي هتؤمن بيه بقينا إخواته، بحكم أنه شاركنا لحمنا ودمنا، وصار بكرا لنا. بكرا يعني الأول بتاعنا، الألف بتاعنا، بقينا ماشيين وراه. هو داس الموت، احنا ندوسه من خلاله ونقوم معاه. لا تخاف، اذهب قول لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. يبقى أكد ربنا يسوع كلام الملاك، اللي هو من عاوز أشوفهم في الجليل عشان نفرح زي زمان، ويقابلوني بقى بعيد عن الهيكل، بعيد عن العبادة اللي كلها حرفيات بتاعت اليهود وكلها غش ورياء بتاعت الفريسيين والكتبة. أنا عاوزهم يطلعوا للطبيعة، أنا عاوزهم يرجعوا للبساطة بتاعت الجليل، جماعة الصيادين على المزارعين على الجلسات الأولى الحلوة دي. قال لهم من هناك هنبتدي نرجع بقى نقول للعالم كله، العالم كله مش اليهود بس، المسيح قام، بالحقيقة قام. وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة. شوف بالرغم من كل اللي عاملينه، العساكر بتوعهم راحوا قالوا لهم الملاك ظهر والقبر اتفتح وزلزال حصل، وشفنا الملاك قاعد على الحجر والمسيح مش موجود جوه، يعني حرس شافوا بعينيهم. مفيش شهادة أكتر من شهادة رجالتهم، إنما العند فظيع والقلب حجر. مش يصدقوا، لا، دول عاوزين يخبوا المشكلة دي، مشكلة كبيرة بالنسبة لهم دلوقتي. فادوهم فضة، ادوهم فلوس كتيرة عشان ما يقولوش الكلام ده. قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. طب ما أنت لسه قايلين لبيلاطس لحسن يتسرق، هنروح فيها احنا. الحرس كده هيروح هياخدوا حكم إعدام لأنه ما عملوش المهمة بتاعتهم مظبوط. وإذا سمع ذلك عند الوالي نحن نستعطف ونجعلكم مطمئنين. يعني إيه؟ إحنا هندفع فلوس تاني للوالي ولا نحايله يطلعكم براءة. يبقى هم بيحاولوا يغطوا على الخبر بأي طريق. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. دي اللي طلعت عند اليهود. أما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل، إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. طلعوا بقى فوق الجبل عشان يشوفوا العالم صغير، وخلاص مشتاقين كلهم للسماء بعد القيامة. ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. بعد ده كله لسه في ناس بتشك. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم. ليه راح الجليل؟ عشان يقول لهم احنا شغلنا مش مع اليهود دلوقتي، خلاص احنا عاوزين الناس كلها. من هنا ورايح هبعتكم لكل العالم، كنت ببعتكم لليهود بس، هذه نهاية الحكاية مع اليهود. فاحنا من الجليل، من البساطة، من الأرض الخضراء، من الطبيعة البريئة دي، هننطلق إلى العالم أجمع. اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم. تلمذة تيجي في الأول ليه؟ لأنه هي التلمذة اللي هتعرف الناس بالمسيح وحلاوته، يقوموا يطلبوا يتعمدوا. فاذهبوا، روح، تستنوش الناس تسألكم، انتوا روحوا لهم. تلمزوهم يعني عرفوهم مين هو المسيح، من حياتكم، من كلامكم، من محبتكم، من سلوككم، من شهادتكم عنه. وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. دي خطوات الكرازة، اذهبوا وتلمزوا وعمدوا. يبقى خطوات، وما خلصتش القصة. وبعد كده علموهم. ليه؟ لأن الحكاية ما بتقفش عند المعمودية، بعد المعمودية بنفضل نتعلم ازاي نعيش شبه المسيح، ازاي نبقى تلاميذ لربنا بجد. فاذهبوا وتلمذوا وعمدوا وعلموا. والمعمودية باسم الآب والابن والروح القدس، اطلعوا قال باسم، عشان الله واحد، الآب والابن والروح القدس. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. يبقى كل اللي سمعتوه قبل كده ترجعوا تقولوا للناس تاني، الوصايا والموعظة على الجبل والتعليم والحكايات وكل اللي شفتوه وسمعتوه تروحوا تقولوه.
علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وصاهم وقال لهم روحوا وبشروا وانطلقوا وعمدوا وعلموا وأنا معاكم، أنا مش هسيبكم، أنا معاكم. دي بقى هياخدوها يوم العنصرة، لأن المسيح يبقى فيهم بروحه، عشان يبقى أنا معكم دي لها قوة إلى ظهر الدهر. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين. وكل سنة وانتم طيبين.